السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التدريسية دكتورة أمل فاضل عباس، أستاذ مساعد في قسم المعلومات والمكتبات كلية الآداب الجامعة المستنصرية. من ضمن مهام العمل تدريس مادة التطبيق العملي المرحلة الثالثة صباحي ومسائي. مادة التطبيق العملي تعد من المواد المهمة والرئيسة في القسم، وذلك لأهميتها العملية. مفهوم التطبيق العملي لهذه المادة هو عملية ترجمة وتحويل المادة من شكلها النظري إلى الشكل الملموس العملي من طلاب المرحلة الثالثة. تتضمن المادة أسس ومعايير، وعلى ضوءها يمكن أن توضح للطلاب. تعطى هاي المحاضرة عادة في المكتبات ومراكز المعلومات، وتقدمها من خلال المكتبات الجامعية باعتبار المكتبات الجامعية هي المكان المناسب لتعريف الطالب حول إجراءات وخطوات إعطاء هذه المادة. الهدف من هاي المادة هو يقوم الطلاب على معرفة كل مادة بشكل مستقل وكيفية التعامل معها في المكتبة وأقسام المكتبة. مثال على ذلك، عندما نشرح للطالب مفهوم التزويد وعملية التزويد، لابد أن يرى الطالب ما هي المراحل والخطوات التي تشهدها هاي العملية. رؤية سجلات المكتبة، المعلومات والبيانات التي تسجل حول المادة العلمية. مثال، عندنا الكتاب اللي يعد هو أول شكل من أشكال مصادر المعلومات اللي تعاملت بها البشرية، فلابد أن يتعلم الطالب كيف يفحص الكتاب فحصا دقيقا من حيث المادة الشكلية ومن حيث المادة الموضوعية. الناحية الشكلية هو وصف الكتاب، المؤلف المشارك إن وجد، عنوان الكتاب، العنوان الأصلي مين تايتل، سب تايتل، العنوان الموازي. المفروض على الطالب جميع هاي المعلومات يراها بنفسه وكيفية تسجيلها في السجلات، ثم ينتقل إلى مراحل أخرى. نأتي على المادة العلمية، تست، كيف تحلل المادة العلمية، كيف يصل الطالب إلى الموضوع الرئيسي لهاي المادة، وكيف يختار كلمات المفتاحية ورأس الموضوع اللي يصل به إلى المادة اللي يطلبها في المكتبة. ثم ننتقل إلى مراحل أخرى متعددة، ثم كيفية اختيار أرقام التصنيف اللي تمثل المادة العلمية، كيف تضع مصادر المعلومات على الرفوف، كيفية الوصول إليها، أي النظم العالمية المستخدمة في تصنيف هذه المجموعات. مثال، نظام تصنيف دوي، نظام رنجناثا، نظام تصنيف العشر العالمي، نظام تصنيف ألسي مكتبة الكونغرس، وغيرها من النظم. ولكن عندنا حاليا نضع أيدينا ونركز على نظام تصنيف دوي، يعد من الأنظمة العالمية الأكثر شهرة وأكثر تداول وأكثر مرونة، فتعمل مكتباتنا على استخدام هذا النظام. ثم تنتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة ترتيب وتنظيم المواد الأخرى في المكتبة كالرسائل والأطروحات، الدوريات بمختلف أشكالها وأنواعها، المجلات، الصحف، كيفية تنظيمها في المكتبات، الخرائط، كيفية التعامل معها وتنظيمها وترتيبها، وبعد انتهاء عملية الحفظ والتنظيم والترتيب ننتقل إلى مرحلة أخرى، تعليم الطالب كيفية تقديم الخدمات في المكتبة، سواء كانت الخدمات المباشرة وغير مباشرة، أو ما تسمى بالخدمات الفنية والخدمات غير الفنية. توجد جملة من الخدمات، الخدمات المباشرة كالإعارة بأنواعها، الإعارة الداخلية، الإعارة الخارجية، الإعارة ما بين المكتبات، وخطوات هاي الإعارة وإجراءاتها، ومن المسؤول عن تقديمها، وكيفية التعامل مع المستفيد في تقديم هذه الخدمة. ننتقل إلى الخدمات المباشرة الأخرى، خدمات المراجع. تعد هاي الخدمة من أهم الخدمات، وتعد خدمة المراجع العمود الفقري في المكتبات الجامعية. كيفية تقديم المصدر،
المرجع، كيفية ترتيبه، كيفية توجيه المستفيدين إلى استخدامها. كل نعرف أنه خدمات المراجع لها جملة من المستويات، أما أن توصل المستفيد إلى المرجع أو تأخذ المرجع وتعلمه كيفية الاستخدام وكيفية الوصول للمعلومة اللي يحتاجها. وأيضا دخلنا إلى الخدمات المرجعية الإلكترونية وكما متوفرة في المكتبة، وأيضا ندخل إلى المكتبة الإلكترونية، كيفية تعامل الطلاب مع المكتبة الإلكترونية، كيفية تنظيمها، فهرستها، حصول المعلومات إلى آخره. ننتقل إلى خدمات المستفيدين الأخرى، هي خدمات البث الانتقائي، خدمات الإحاطة الجارية current awareness، وخدمات أخرى. الغرض كلها هو إيصال الطالب وتحقيق الأهمية الفعلية وكيفية تقديم خدمات للمستفيدين بالصورة الصحيحة بأسهل الطرق وأقل جهد وأقل كلفة. ففي التالي نود أن نختم هذا الملخص البسيط، وإن شاء الله في تفصيل أكثر وإيضاح أكثر في الحلقات القادمة بإذنه تعالى، وأرجو أن نحقق الاستفادة القصوى لجميع الطلاب. مع الشكر.